شهدت منطقة المنيب بمحافظة الجيزة إقبالا من المواطنين على منافذ مؤسسة حياة كريمة لشراء اللحوم المجمدة والتي تخضع لرقابة بيطرية لتمتع هذه اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة. كما شهدت منطقة الحوامدية بالجيزة تواجد هذه المبادرة لتصل إلى كل المواطنين لبيع اللحوم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن المواطنين. جهود متواصلة لم تتوقف لمؤسسة حياة كريمة في المبادرة التي أطلقتها لبيع اللحوم بأسعار مخفضة ومميزة. فهذه محافظة الجيزة التي تنقلت فيها المبادرة بمختلف المناطق، حيث شهدت منطقة المنيب إقبالا من المواطنين لشراء اللحوم المجمدة التي تخضع لرقابة بيطرية لتتمتع هذه اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة لحوم بلدي ب 210 بدلا من 450 ولحوم برازيلي مجمد 185 بدلا من 250. واحنا الحمد لله اقبال الجمهور علينا من يوم اول يوم لمبادره اللحوم اقبال كبير جدا. وهنا في منطقه الحوامديه بالجيزه تواجدت المبادره لتصل لكل المواطنين لبيع اللحوم المجمده بسعر 210 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتخفيف عن المواطنين الذين اشادوا بهذه المبادره التي جاءت باسعار مميزه عن الاسواق الخارجيه. حياة كريمة عندها هدفين رئيسيين بنشتغل عليهم، اللي هي بناء إنسان ودعم أهالينا. دعم أهالينا من خلال دعم مباشر ودعم غير مباشر. دعم المباشر اللي بيجي من كراتين حياة كريمة أو المساعدات الاجتماعية زي يدوم الفرح، كراسي متحركة، ده كله الدعم المباشر. الدعم الغير مباشر اللي هو زي حضرتك شايفه النهاردة، اللي هي سعر كيلو اللحمة 210 وهو أصله في السوق 400 جنيه و350 جنيه. احنا النهاردة موجودين في نازلين على الأرض علشان بقدر الإمكان نحاول ان احنا نخفف على الكاهل، العبء عن كاهل المواطن المصري. ازاي؟ ان احنا النهاردة بنبيع اللحمة النهاردة ب 210 جنيه بقري بلدي طازجة، النهاردة هي موجودة عند الجزارين ب 350 جنيه وب 360 جنيه. احنا النهاردة مستهدفين منطقة الحوامدية، مركز الحوامدية، وده التالت يوم على التوالي المبادرة ديت، وفي اقبال شديد جدا جدا على المواطنين. اللحمة دي البرازيلي بره بتتباع ب 350، انا جايبها دلوقتي ب 185 سعر الكيلو، فرق النص بالظبط. ناس كويسة ومحترمين واللحمة كويسة. أنا كنت بحسب أكتر من كده، أنا كنت حاسبة أكتر من كده. وربنا يعينكم ويقويكم وجعلكم مفتاح للخير ومغلق للشر. احنا بنشكر مبادرة حياة كريمة، لحمة بأسعار مخفضة و100 210. حاجة حلوة جميلة، الناس تقدر تاكل والناس تقدر تعيش. اللي معاه 5 6 عيال يقدر يجيب حتى 2 كيلو يقدر ياكل عيال. يا ريت كل حاجه تبقى زي كده المبادره، بدل التجار الجشعين اللي بياخدوا بيدونا الحاجه بالكاويه. حاجه حلوه جميله جدا، وربنا يخلي الرئيس ويخليكم ويحافظ عليكم. رسالة دعم كبيرة تؤكد عليها مؤسسة حياة كريمة من خلال هذه المبادرة التي أطلقتها في عدد من المحافظات، والتوسع في عدد وأماكن المنافذ الثابتة، بالإضافة للسيارات المتنقلة بمشاركة المتطوعين، انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لمؤسسة حياة كريمة. محمود جميل، التلفزيون المصري.